المزيد حول أداء الأسواق العالمية تنضم إلينا لينا قنوع محلل الأسواق العالمية في أكوتي جروب. لينا بعد مساء الخير. بداية من النفط، كيف ترين أسواق النفط في الوقت الحالي ونحن مواصل الارتفاعات؟ برنت فوق الـ 82 دولار في الوقت الحالي، ما هي النظرة حول النفط؟ مساء النور. بالفعل أسعار النفط عم ترتفع بشكل عام لعدة أسباب، إذا ذكرناها أولا إذا نظرنا إلى المخزون حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وأقل من 8% بالنسبة، أقل من متوسط 5 سنوات بواقع 8%. الارتفاعات عم نشاهدها إذا نظرنا إلى أسعار النفط، حتى لو قامت عم تقوم أوبك بواقع 400 ألف برميل زيادة، فإذا نظرنا خلال عام 2020 قامت بالتخفيض التاريخي بواقع 10 ملايين برميل يوميا. هذا هو فقط يعني تقليص للقيود، هذه الزيادة يعني بواقع 400 ألف، لم نعد إلى الآن إلى مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، لكن التوقعات الآن خلال عام 2022 أن نصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. فالتوقعات بتعافي الطلب العالمي على النفط هو اللي عم بيخلي انه نشوف كيف اسعار النفط عم ترتفع. وبالتالي اذا نظرنا ايضا الى متحور اوميكرون اللي بشكل بالفعل قلق، وقلق حول التعافي الاقتصادي حول اسعار النفط بضع الضغوط، لكن عم نشوف اذا اخذنا الجانب الايجابي انه عدد الوفيات اقل، عدم الادخال الى المستشفيات، فهذا عم يعطي صورة إيجابية لأسعار النفط، وخاصة خاصة ما سبب ارتفاع أسعار النفط الارتفاعات التي حصلت بشكل كبير، وهو الاضطرابات الموجودة في كازاخستان اللي عطلت خطوط القطارات، وأيضا الصيانة لخط أنابيب في ليبيا، أيضا هذا تسبب في ارتفاعات أسعار النفط. أتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط، ممكن نصل إلى مستويات البرنت 85 دولار ومن فوق، وأيضا للخام الأمريكي الخفيف ربما نصل إلى مستويات فوق 80 دولار، فلا تبعد ارتفاعات أسعار النفط أكثر من ذلك. طيب لو انتقلنا من النفط إلى أن الحديث أو لا صوت يعلو فوق صوت التضخم الفيدرالي، أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كيف ترين لينا فكرة التضخم ورفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، خصوصا وأنه جولدمان ساكس يقول أنه هناك توقع لرفع الفائدة 4 مرات في 2022، كيف ترين بشكل عام فكرة رفع أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق؟ نعم، بالفعل يعني هناك الآن بدأت يعني الأسواق عم تحتسب رفع أسعار الفائدة، وهذا ما نشاهده من الدولار الأمريكي عم يرتفع، التضخم مرتفع بشكل كبير. أنت تحدثت عن ارتفاعات في الولايات المتحدة الأمريكية 6.18%، المتوقع أن يصل التضخم، نحن نترقب CPI التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء أن يصل إلى مستويات تقريبا 7%، هو الأعلى منذ 4 عقود. وأيضا إذا نظرنا إلى التضخم في منطقة اليورو مرتفع جدا، عم نتحدث عن 5%، يعني التضخم في إنجلترا 5.1%، فارتفاعات بالتضخم بشكل كبير، هذا بيخلي أنه نتوقع أنه يكون في تجديد للسياسة النقدية، وخاصة مثل ما ذكرت جولدمان ساكس عم تتوقع أنه رفع أسعار الفائدة ليس 3 مرات 4 مرات في تصريحات، يعني نترقب شهادة لجيروم باول ستكون شهادة مهمة في يوم الثلاثاء، فبالتالي توقعات بأن يكون هناك بالفعل رفع أسعار الفائدة في مارس، وهذا عم بيخلي نشوف كيف الدولار عم بيرتفع، هذا راح يأثر على الذهب، لأن الذهب هو يعتبر دائما نحن بنشوفه أنه الملاذ الآمن، خاصة وقت الأزمات، وقت التباطؤ في التعافي الاقتصادي، لكن الذهب يتعامل مع توقعات التضخم المستقبلية. هلا اللي عم نشوف انه كيف دخل الذهب مثلا في اتجاه هابط، فبالتالي عم يعتقد المتداولين بان بالفعل انه وصلت مستويات التضخم الى الذروة، ويجب على البنوك المركزية النيوزيلندي وكذلك الأستراليا
الأسترالي وأيضا الفدرالي الأمريكي سيقومون بتجديد السياسة النقدية. فمثلا هلا نقول أنه الذهب سوف متوقع يعني النطاقات الجانبية للذهب سوف تبقى في هذه المرحلة على المدى القصير، أتوقع الاتجاه الهابط إلا إذا كان هناك عكس ذلك ولم تصل إلى مستويات التضخم التي تراها البنوك المركزية أنه سوف تصل إلى 2%. هذه توقعات البنوك المركزية حول العالم سوف انعكاس للارتفاع. بالنسبة لأسواق الأسهم سوف طبعا عم نشوف كيف أنه رفع لاسعار فائده يعني سوف قبل الدخول في اسواق الاسهم. عذرا اعود للذهب مره اخرى، يعني اليس من الممكن ان يكون التضخم هو ذاته فرصه لرفع الذهب وعوده الذهب للارتفاعات في الوقت نفسه، بالرغم من انه هو الضاغط بسبب رفع اسعار الفائده، ان يكون هو ايضا فرصه لاقتناء الذهب بالنسبه للمستثمرين؟ نعم، هو بالفعل الذهب يعتبر أداة تحوط من ارتفاع التضخم، وأي ارتفاع للتضخم شفنا كيف الذهب وصل بعام 2020 بسبب ارتفاع التضخم إلى الذروة 2074 لمستويات قياسية، وبدأنا نشوف كيف تراجعنا وهبطنا خلال عام 2021 بأكثر من 3%. هاي اللي عم نشوف أسعار الذهب نتعامل نحن مع، لأن الذهب عم نشوفه العلاقة المربوطة مع الذهب والتضخم هي مع توقعات التضخم المستقبلية. يعني إذا نحن عم نتوقع في هلا مع رفع اسعار الفائده انه في كبح لارتفاع التضخم، نشوف انه التضخم راح ينخفض، فهذا راح ياثر على الذهب وخصوصا على المدى القصير. فالتعامل مع التضخم المستقبلي وليس مع مستويات التضخم الحاليه، لان اي قيام لرفع اسعار الفائده فهذا يعني انه راح نشوف انه في المستقبل انه راح يكون في انخفاض للتضخم. لهذا السبب عم نشوف كيف انه الذهب ما عم بيستفيد منها شيء وعم نشوف انخفاض، الا اذا حصل عكس ذلك وشفنا انه رغم سياسات التجديد اللي عم تقوم بها البنوك المركزيه وانه التضخم رح يستمر في الارتفاع وخاصه عندنا مشاكل في سلاسل التوريد، لو لم يعني تستجيب كل الوسائل اللي عم تقوم بها البنوك المركزيه لكبح ارتفاع التضخم سوف نرى ارتفاعات لاسعار الذهب. اذا كل شكر لك لينا قنوع محلل الاسواق العالميه في اكوتي.